عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. ثانية وثمان أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كان القدوم رائع وممتاز من السريع حمد بن سعيد بن محمد بالحب العامري، قدم نوعية فريدة وأداء 7:31 9 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان الوصول في المركز الثالث من نواف صالح بن حمد وصالح بوشريده العذبة، فاجأنا في الأمتار الأخيرة ب7:33 وثلاث أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وسرور. تنطلق هذه الأشواط وينطلق هذا الشوط انطلاقة سليمة وموفقة. نتمنى دائما وأبدا السلامة للجميع. مباشرة إلى تعداد الأسماء. المركز الأول أمانة على المركز الأول، محسن بن حزام بن زيد بن نديله المري، ضيفة عزيزة تشاركنا، وكذلك هنالك نخبة متقدمة ما بين هذه الأسماء، أيضا مشاكسة رائعة ومميزة. يا سلام على المركز الثاني وعلى ملاحقة هذه البطلة أمانة. المركز الثاني الحضور من مشكورة خليفة بن حمد بن سليم مع المركز الثاني بن سليم، وفي المركز الثالث الوصول من مزاج، مزاج رائع ومميز، مزاج متميز، مزاج راقي في هذه الفترة المسائية. الله عبد الله بن سالم برميله العامري على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، الوصول من رموز بخيت بن حمد بن سالم البلوشي الحاضرة والمشاركة، هذه المشاركة الطيبة الشامخة، شمخت بهذه اللحظات الشامخة. هنا وصول وتحدي أيضا من عمير بن سيف بن معضد بن سيف المشخوني. الله 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 الله، أسماء رائعة، شعارات مرصعة بالذهب، تاريخ حافل بال إنجازات، وياما وياما دونت الأقلام الذهبية هذه الأسماء. وصلت مرموقة عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي الحاضر والمشارك أيضا في هذه الفترة، بينما دخول رائع ومميز معالي علي بن حمد علي بن محمد بن حماد الشامسي مع هذه السفينة، مع هذه السفينة وهذه القبطان الحاضرة بكل قوة بكل عدة وعتاد، بحثا عن الناموس بحثا عن الفوز. وصول من قلاده او قلاد محمد بن حمد بن كردوس عامري. الله 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 الله، وصول وتحدي، إثارة ومتعة وأجواء رائعة. حسين بن علي بن حسين المري الحاضر والمشارك أيضا بكل قوة واعتزاز. الوثبة 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 في ميدان الوثبة، الوثبة في مساء الوثبة، الوثبة الحاضرة لنصيب بن سهيل بن يطبع العمري. يا مرحبا يا العمري ويا مرحبا بالجميع. هذه هي الأسماء، هذه هي الأسماء المشاركة، هذه هي الأسماء المشرفة، هذه هي الأسماء المتشرفة. يا لها من أسماء ويا له من لحظات جميلة. أعود إلى المركز الأول، أعود أعود إلى الصدارة، أعود أعود إلى القوة، أعود أعود مع أمانة. وهذه الأمانة العظيمة، ياما وياما 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 شاكست وحضرت هذه الأسماء، وهذه أمانة على مقدمة الأسماء. يا بن نديلة يا بن نديلة يا المري، ما شاء الله على هذه السيطرة وعلى هذا الحضور المشرف، هذه القيادة وهذه الخطوات الواثقة من هذه الأمانة المسيطرة على هذه الأسماء، القائدة لهذه الأسماء المسيطرة على رأس الهرم. أمانة محسن بن حزام بن نديلة المري المركز الثاني.
وصلت مزاج مزاج راقي ومميز. عبد الله بن سالم برميله العامري على المركز الثاني، الدور دور المركز الثالث، المركز الثالث السفينة معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. يا سلام، كيلو ونصف يا اخواني. بينما الدخول بينما الدخول بينما اليسارة والقوة من الشامخة، عمير بن سيف بن معضد المشغوني، اهالي سويحان اهالي مدينة التراث ياما وياما معودهم على النواميس، ولا غريب على هذه الشعارات. اعود الى المركز القادم واتمكن ان اعطي كل ذي حق حقه. وصلت قلادة وصلت قلادة وصلت هذه البطلة الباحثة عن الفوز الباحثة عن الناموس. الله 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 يا بن كردوس يا ابو حمد محمد بن حمد بن كردوس العامري 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 العامري. وصول بن كليب مرموق عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي، والتاريخ يتحدث. الاقلام الذهبية هلمي واحضري ودوني الفائزة من هذا الشوط. اينك يا ايتها الاقلام، شرفي وتشرفي بتدوين الفائزة. الله 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 الله، لا زالت امانة لا زالت امانة تحمل امانة عظيمة، امانة التحدي والنصر والفوز والانتصار. ويا محلى طعم النصر ويا محلى طعم الانتصار، كمية فخر هائلة حاضرة مع هذه التحديات. وصلت الاسماء مشكورة يا بن سليم، وصلت مشكورة لمالكها البطل العملاق خليفة بن حمد بن سليم، وكذلك حضور رائع من طاعة 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 يا بن شطيط طاعة حمد بن علي بن شطيط الوهيبي مع طاعة راعي الضبية وراعي الاسماء المنتصرة. ومشكورة مشكورة مشكورة بن سليم بن سليم وطاعة طاعة بن سليم. ولكن ماذا، طاعة مشكورة 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 غردت وانتصرت وقادت هذه اللحظات المقدمة المتين المتر النهائية. يا سلام يا سلام يا سلام، مشكورة خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي. ما شاء الله، سلام سلام المدام، سلام سلام يا بن سليم، عز الله انها ما قصرت. مشكور خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي على قيادة مشكورة مع الفوز والانتصار. المركز الثاني طوع حمد بن علي بن شطيط، المركز الثالث أمانة محسن بن حزام بن ديله المري، وفي المركز الرابع المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء فتون لسهيل بن راشد الشاوي الغفلي، وفي المركز الخامس المركز الخامس سواهين سالم بن كرامة بن عيضة العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. رأينا الناموس ورأينا مشكورة، ومشكور يا مالكي مشكورة حتى خط النهاية. ما شاء الله، خليفة بن حمد بن سليم. ومساء الخير يا مدام النواميس، هذه لحظات الوصول. التوقيت الزمني 7:31.3 من الثواني. تهانينا الخليفة بن حمد بن سليم للمرة العاشرة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي ما قصر الطوع، عز الله راعي الضبية انك دائما من ومسنا، حمد بن علي بن شطيط الوهيبي في المركز الثاني، وتوقيته 7:33.1 تهانينا والناموس. وفي المركز الثالث أيضا كانت أمانة رائعة ومميزة لمحسن بن حزام بن زيد بن نديله المري، وأيضا التوقيت الزمني المرافق لهذه الأمانة الرائعة هو 7 دقائق. مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر الشاشات، وهذا مخرجنا الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة، 34.7 بعد 7 دقائق. القوة العظمى مع هذه الأمانة في المركز الثالث، هذه انطلاقة أخرى وزميل آخر. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية مسائية مع انطلاقة